السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. عندنا اليوم جهاز راديو مسجل ناشونال باناسونيك موديل 543 من زمن الطيبين، من الموديلات القديمة جدا. جهاز ما شاء الله شبه الجديد زي ما انتم شايفين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجرب. وش نشغل الراديو؟ أجل أن تفسق فيهلكها، هذا ينافي الحكمة، ولكن الله يأمرهم أمرا كونيا فيخالف أمر الله، وحينئذ يحق عليها القول فتدمر. واعلم أن الأمر، طبعا الراديو ثلاث موجات اللي هو MW وSW1 وSW2، والإرادة الصوت ما شاء الله نوعان جدا عالي، كونية وشرعية. الفرق بينهما أولا في الإرادة، الإرادة الكونية لابد أن يقع مراد الله، طيب لا يمكن أن يتخلف، ولذلك اختار ديستارت. تركيبة الجديدة والقوية تغطي كل الزوايا ويمنح عائلتنا الحماية دائما. احمي عائلتك من التعب، حافظ على تركيزك. الحياة سنتها التغيرات. هذا الراديو جربناه، والان كمان نجرب اللي هو المسجل. بسم الله، شريط كاسيت جزء الداريات السديس. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا اشتغل اللي هو سلك كهرباء 220، بإمكانك تحوله 110 في خلف محول، وفي كمان خيارات ثانية إنك تستخدم المايك، وخيارات كمان يمكن ريموت أو شيء ثاني، وتركب برضو سماعة أذن. وهذا الله يحفظكم. نبدأ أول شيء بالصناعة. هذا زي ما أنتم شايفين رقم الموديل، كهرباء 110 و220 و200 إلى 250 فولت. طبعا من هنا ممكن تغيره إلى 110، الحين طبعا ثابت على 220. وهذا مكان البطاريات، ما شاء الله جديد. طبعا جربت شغال على البطاريات، وأيضا السلك الأصلي هذا هو. ان شاء الله انه التصوير واضح ووصلتكم المعلومة. هذا هو الكهرباء زي ما انتم شايفين نظافته ما شاء الله، والله يكتب لنا ولكم الخير. بالتوفيق، فامان الله، مع السلامة.